منك والله، معلش تعبتك معايا يعني. بس والله يا علي بيه، انا ما لقيت قدامي حد اكلمه غيرك انت. عيب يا بدر، ما تقولش كده. بس استغرب الراجل ده بيعمل معاك كده ليه؟ اكيد يعني ما خدتش منه فلوس. فلوس ايه بيه؟ حد الله ما بيني وبين الحرام ما خدتش منه حاجه. عارفك وعارف ان انت لا يمكن تعمل حاجه زي كده، عشان كده مستغرب هو ايه السبب اللي خليه يعمل كده يعني. معلش يا بيه، مشاكل عائلية يعني، وحاجات وقصص كده هبقى احكي لك عليها بعدين. ماشي، هم منين خرجت منها بالسلامة الحمد لله. يعني كده خلاص يا بيه، مفيش حاجة تانية يعني؟ مش كلها كام يوم وهيجيبوني تاني؟ يا بدر، سمعت المحامي قدامك بيتكلم وبيقول كل الكلام، طالما مفيش حاجة رسمي حصلت يبقى كله تمام إن شاء الله. عمري ما هنسى لك وقفتك جنبي دي يا علي بيه، عمري. تقولش كده يا بدر، يلا بينا بقى على مشوارنا. على فين يا بيه؟ الست عايزة تشوفك بقالها كتير. طب معلش، أنا كنت عايز أستأذن من سعادتك في حاجة. أي كنت عايز أعدي بس على أم حمزة في المستشفى أطمن عليها. بس أعدي عليها، خلص مشوارنا الأول وأنا بنفسي أوصلك إن شاء الله. متؤمر بيه يا بيه.